علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. نستخلص من قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، معاني جليلة ودلالات لطيفة نذكرها على حسب ترتيبها في الآية الكريمة أو في جزء الآية الكريمة. المعنى الأول أن الملكين اللذين أوحى إليهما بأن يأتيا إلى بابل لم يأتيا بسحر جديد، وإنما السحر هو باق وموجود قبلهما، بل السحر كثير، بل هو في منبت السحر ومنبعه وهو بابل. فالسحرة لم العفو الملكان لم يأتيا بسحر من عندهما، وإنما مهمتهما أن يفضح السحرة في أكاذيبهم وتمويهاتهم وخدعهم وألاعيبهم التي يزاولونها في السحر، وذلك لإغزابة الغشاوة التي كانت على أعين الناس، لأن الناس انطلت عليهم حيل السحرة وأنهم ينطقون باسم الآلهة ويمثلون الآلهة، واستغلوا الناس وسلبوا أموالهم، وكل ذلك نتيجة للجهل بحقيقة السحر. فمهمة الملكين هو تعليم الناس السحر وإزالة هذا الجهل الذي يعمي أبصارهم، هو المحاولة لإيقاظهم من هذه النومة ومن هذه الغفلة التي هم سادرون فيها. هذا معنى. المعنى الثاني، وقد نوهنا في تكلمنا عليه في درسنا الماضي، وهو أن تعليم الملكين أهل بابل بخدع السحر وألاعيبه وما يتعلق به كان مقترنا بالتحذير والنصيحة بأن هذين الملكين هما فتنة لهم واختبار وابتلاء. وهناك فرق بأن يكون التحذير والنصيحة مقترنين بالتعليم بين أن يكونا متأخرين، عندما يكون التحذير مصاحبا للشرع وبيان الحيل والألاعيب المتعلقة بالسحر يكون ذلك أبلغ في تأثير النصيحة وأيضا في استيعاب التحذير في نفوس الناس، بينما إذا كان التعليم هو في البداية وتأخر التحذير وتأخرت النصيحة فإن النصيحة يكون لها تأثير
بسيط، وليست لها تلك الفاعلية عندما تكون مقترنة بالتعليم. المعنى الثالث أن هذا الاقتران بالتحذير والنصيحة مع التعليم كانت النصيحة بالقول، حتى يقول بالقول، يعني ذلك أن كانت بالبيان بالبيان الواضح، لم تكن بمجرد إشارة أو بمعرفة الفحوى العام أو بالإيماء أو لا، بل كانت بالقول، لأن القول هو أقصر طريق لتبليغ القول، لتبليغ الأفكار وتبليغ العلم وتبليغ الدين إلى آذان الناس وقلوبهم، لأنه ينطلق من الفم المبلغ إلى أذن السامع مباشرة ثم إلى قلبه. إذن حتى يقول مهم جدا. أيضا أن القول لا يعطي حجة بعد ذلك على المتعلمين، لأن لو كان مثلا لمجرد إيماء أو لمجرد إيحاء يقول لا 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 لم يقل لنا ذلك، لكن أقفل أمامهم باب العذر، وأن القول المباشر هو حجة ناصعة. ولذلك بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لأن ليس هناك بعد التبليغ من حجة، لأن التبليغ يكون بالمشافهة وبالقول. المعنى الرابع الذي نستخلصه من هذا الجزء من الآية الكريمة أن الملكين نسبا إلى نفسهما الفتنة بالمصدر، إنما نحن فتنة، ولم ينسبا الفتنة بالصفة، لم يقولا مثلا إن نحن فاتنان، جمع فاتن وهو بالتعبير اسم الفاعل، إنما قالوا إنما نحن فتنة. ماذا يفيد هذا التعبير؟ احنا مر علينا في عدة مناسبات أن الإخبار أو الوصف بالصفة أبلغ بالمصدر، عفوا، أن الإخبار أو الصفة أو الحال أيضا بالمصدر أبلغ من أن يكون ذلك بواسطة الصفة، اسم الفاعل أو اسم مفعول أو الصفة المشبهة. ومثلنا بقولنا هذا قاض عادل، فأنت وصفته بالعدل، وقد تكون له صفات أخرى، عندما تقول هذا قاض عادل بالإخبار عنه أو بصفته بالمصدر، معنى أنه هو كأنه العدل نفسه، وكأنه يمشي على قدمين، عدل يمشي على قدمين، هناك في فرق بعيد بين المعنيين. كذلك قال الملكان إنما نحن فتنة، ولم يقولوا نحن فاتنان، مما يدل على أنهما كأنهما هم الفتنة مصبوبة فيهما، وهذا هذا مما يفيد البلاغة في الفتنة، وأنا ليست من الفتنة، هي فتنة عظيمة جدا، وهذا يفيد التنبيه على هذه الفتنة والتحذير منها، ولحتى الناس على لابد أن يكون هذا لهم اختبار لهم وابتلاء، وعليهم أن لابد أن يحذروا من الوقوع في شرك الشيطان وشرك السحرة. فإذن التعبير بالمصدر كان أقوى وأبلغ من التعبير باسم الفاعل. المعنى الخامس أنهم لم ينسبا الفتنة، وقلنا هذا استعمال المصدر، إلى التعليم أو إلى القول، لأن الفتنة لا تكون متخصصة بالذات، قالوا إنما نحن فتنة، نسب الفتنة إلى ذاتيهما.
وهي الفتنة هي في القول وفي التعليم. ما الفرق؟ لو قال مثلا تعليمنا فتنة لكم أو قولنا فتنة، وبين قولنا نحن فتنة، هناك فرق كبير. لماذا؟ لو قالوا تعليمنا فتنة أو قولنا فتنة، هذا لا يعني أنهم مقتنعان أو أن هذه أو أن هذا العمل صادر من قلبيهما. لماذا؟ لأنهما مأموران، والمأمور عليه أن ينفذ ما يؤمر به. مثلا الشرطي عندما يأمره رئيسه بعمل ما عليه أن يقوم به، وقد يكون هذا العمل هو غير راضي عنه أو لا تقبله نفسه أو فيه تردد، هذا لهم، عليه أن ينفذ، رضي أم لم يرضى، قبل أم لم يقبل، انسجم هذا الأمر أو لم ينسجم معه، الأمر لابد أن ينفذ. لكن هكذا بالنسبة لي، لو قيل، يعني هذا افتراض، لو قيل تعليمنا فتنة لكم أو قولنا فتنة لكم، يمكن يحتمل أن والله هذا تعليمنا لأن أمر الله به، ولكننا لسنا راضيين عنه أو لا تقبله نفوسنا أو فيه تردد وشك. لكن عندما يقول إنما نحن في ذاتنا والذات عامة تشمل الأفكار وتشمل العقل وتشمل الوجدان وتشمل المشاعر وتشمل النية وتشمل القصود، فهو أبلغ. نحن بجميعنا بكل ما نتلقى به من نية ومن قصد ومن فكر ومن وجدان ومن مشاعر، نحن كلنا فتنة، فهي بلاغة أخرى، أبلغ المبالغة الأولى في استعمال المصدر دون استعمال الصفة، المبالغة الثانية في إسناد الفتنة إلى ذاتيهما وليس إلى تعليمهما أو إلى قولهما. وهناك فرق بينهما، لأن بنسبة الفتنة إلى ذاتيهما ارتفع كل الاحتمالات الأخرى. لا يقال عنها أنهم والله هما شكان في هذا الأمر أو مترددان أو لا يقبلان أو لا يرضيان عنه أو لا يقبلان، لا، هم يعني بذاتهما بكل مشاعرهما وبكل أفكارهما فتنة لأهل باب واختبار وامتحان، وهو معنى جليل. الأمر السادس الخامس ولا على يتحل لهم الترتيب السادس، أعتقد أن إسناد الفتنة لذاتيهما، وعرفنا المبالغة في هذا التعبير، لم يقولا نحن فتنة فقط، لو قال نحن فتنة مجرد إخبار خبر، وخبر يحتمل الصدق والكذب، لكن قال إنما نحن فتنة بأسلوب القصر. ماذا يعني أسلوب القصر؟ قصر الدعاء، أنهم افترضوا الدعية على أن ليس لهم مهمة، يعني هم المهمة قاصرة عليهما فقط، لا ينفعان ولا يضران، وليست لهم مهمة أخرى، فالفتنة محصورة فيهما، لا يعرفان مهمة أخرى، هذا معنى القصر، وهذا يفيد المبالغة، يعني ليست لنا مهمة أخرى، لا تظنان أننا ننفع أو نضر أو لا لا، نحن إنما نحن فتنة، الفتنة هي مهمتنا الأولى والأخيرة، وهي الأساس وهي هذا مبالغة ثالثة، مبالغة استعمال المصدر والمبالغة في
نسب الفتنة إلى ذاتيهما وليس إلى تعليهما أو قولهما. ثم أسلوب القصر في إنما نحن فتنة. الأمر الأخير جاءت الخلاصة أو الحصيلة لما مر من اللطائف التي ذكرناها والمعاني التي تضمنها هذه هذا الجزء من الآية معنا في كلمات قصيرة لكنها كثيفة المعاني وكثيفة الدلالات، وهذا من إعجاز القرآن، كلام قصير لكنه يحتوي على معان كثيرة وعلى دلالات متعددة. الخلاصة أو الحصيلة: فلا تكفر. دل على ذلك أن كل ما تقدم من حرصنا على نصحك ومن اقتران النصيحة بالتعنين وأيضا من المبالغات في الفتنة والتي ذكرناها، ما المقصود بذلك وما هي الحصيلة؟ هو الحيلولة دون أن تكفر. لماذا؟ لأن هذه الحصيلة ماذا تعني؟ هي تعني الهلاك. إذا الإنسان كفر ماذا بقي له في الدنيا؟ خسر الدنيا والآخرة، وخسر نفسه وخسر أهله، ليس بعد الكفر ذم. ولذلك كانت هي حصيلة فعلا منطقية، كل ذلك هو الحذر من أن تكفر. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. أيضا لا فلا تكفر في دلالة على أن أنت لو قمت باستعمال ما علمناه لك من السحر، قمت بمزاولة السحر ولم تستعمله لتوقيه وتجنبه، فأنت إذن بسحرك هذا تؤدي الكفر. معنى ذلك أن السحر كفر، وقال به كثير من العلماء الأئمة، وقالوا قال بعضهم أن الساحر يقتل كفراً لا قصاصاً، لأنه يؤدي إلى الكفر. وأقل ما يؤدي إلى الكفر بالسحر أن الساحر أو المسحور أيضاً يعتقدان أن السحر هو مؤثر بنفسه، وهذا يكفي للكفر، لا تأثير لله فيه. السحر يضر والسحر ينفع بذاته، هذا فيه الكفاية. زيادة على ذلك أن السحرة لا يستعملون السحر إلا في الأماكن القذرة والنجاسات، أيضا يستعينون بشياطين الجن وشياطين يشترطون عليهم بأشياء تؤدي إلى الكفر، وقد يشترطون عليهم السجود لهم ويخضع السحرة لهم لتنفيذ ما يريدون ولتنفيذ السحر. إذن فلا تكفر، هذه بلا النهي والفعل المضارع المسلوم بها كلمتان فقط دلتا على معان جليلة وكثيرة، وهي أن مآل أكبر إساءة وخسران وضلال وتيه يحدث للإنسان هو كفره والعياذ بالله. وأيضا فيه دلالة على أن السحر كفر، كفر إما باعتقاد نفعه وضرره، وكفر باعتقاد ما يلابسه من النجاسات والقاذورات، وأيضا بارتباط شياطين الجن والإنس به. فهذا خلاصة ما نستخلصه من هذا الجزء من الآية الكريمة، والله تعالى أعلم. ثم قال تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله.
ونبدأ كعادتنا بالمباحث اللغوية. الفاء عاطفة، عاطفة جملة يتعلمون على ما قبلها، وتفيد التفريع، معنى أن يتعلمون وما جاء بعد هذه الجملة هي مفرعة ونتيجة للآية التي للجزء التي قبلها الذي قبلها، وهي وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، متفرعا أو نتيجة لذلك الجزء كما سيأتي في التفسير. يتعلمون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. وهو الجماعة، قد يقول قائل وهو جماعة لابد تدل تعود على جماعة على اسم ظاهر، أين هذا الاسم الظاهر؟ تعود على أحد، أحد هذا مفرد، لكن سبق لنا أن قلنا أن النكرة في سياق النفي وخاصة بدخول من الزائد إعرابا على النكرة هذا يفيد استغراق النفي. وما يعلمان من أحد كما قلنا يعلمان كل أحد، كل واحد يعني إذن هذا يدل على الجميع، فأحد نعم هي في اللفظ مفردة لكن تدل على الكثرة وهو جميع أهل بابل وهو الذين علمهم الملكان. فإذا الواو والجماعة تعود على الجمع المستفاد من مفهوم ومن معنى أحد الواقعة في سياق النفي والمدخول عليها من الزائد إعرابا، ومن هذه تفيد فيها فائدة. فائدة أخرى وهي استغراق النفي، استغراق النفي كل جنس اللفظة. ما جاءنا من رجل، فرق من ما جاءني رجل، ما جاءني رجل نفي رجل وممكن يفيد الواحد وممكن لا، ما جاءني من رجل يعني جنس الرجل، لا رجل ولا رجل ولا رجلان ولا ثلاثة رجال ولا أي جمع. ليه؟ لأن من أفادة استغراق النفي يعني كل جنس الرجل. فكذلك هنا فيتعلمون منهما، الضمير طبعا يرجع إلى الملكين والجار والمجرور متعلقان بالفعل يتعلمون. ما اسم موصول بمعنى الذي، يفرقون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. ويفرقون جاءت من فرق يفرق، والأصل فرق يفرق، ما الفرق؟ هذا التضعيف يفيد كثرة المعنى، كل ما قطعت اللحمة أنا قطعت بالسكين، أنا قطعت يفيد تكثير التقطيع، قتل غير قتل، لأن التضعيف يفيد تكثير الفعل، قتل أي أكثر من القتل، قتل عام يطلق على الكثير وعلى القليل وعلى الواحد. فكذلك هنا يفرقون، لماذا؟ لأن التفريق بين الزوج بين المرء وزوجه هذه من الأمور الكبيرة والشنيعة وتحدث فيها مفاسد كما سيأتينا في التفسير، ولذلك ناسب أن يكون يفرقون ولا يفرقون. لكن بمجرد الفرق، فرقنا بهم البحر أو ففرق بيننا وبينكم الفاسقين، هذا كان فرقنا الفصل بين الجانبين وليس فيه تكثير أو تقليل، إنما هو فرق عام. ما يفرقون به جار ومجرور متعلقان بيفرقون، وبه تابع
ما، لأن ما بمعنى السحر، فيتعلمون ما يفرقون به ما، أي ما تعلموه من السحر، فما هي نابت عن السحر الذي تعلموه، فبه أيضا رجعت على ما بالمعنى، فبه أي بما يفرقون به أي بالسحر الذي تعلموه والذي دلت عليه ما الموصولة. بين ظرف مكان المرء مضاف إليه وزوجه معطوف على المرء، نقف قليلا عند كلمة زوج. استعمال القرآن الكريم أن لفظ زوج يطلق على الرجل وعلى المرأة، أمسك عليك زوجك وهي امرأته، هذه لغة القرآن الكريم. الأصمعي وهو من علماء اللغة المعروف منع أن تستعمل كلمة زوجة بالتاء المربوطة، مستدلا بالآيات الكثيرة، اذكر أنت وزوجك الجنة، لكن عورض حتى قيل أنه لما قال لا يصح زوجة لأن الله قال تعالى اسكن أنت وزوجك الجنة، كان أحد الحاضرين فسأله قال نعم قال الله كذلك، لا إنكار فيه، لكن هل قال الله يمنع لفظ زوجة؟ فسكت. لماذا؟ لأن للقرآن استعمالات خاصة، وهذه الاستعمالات تخالف ما هو في لغة العرب. مثلا استعمل المطر في العقوبة وفي الشر، إنما الغيث النافع سماه غيثا، هذا لا، هذا استعمال قرآني، هذا استعمال خاص لا يمنع، من أن معنى المطر في لغة العرب معنى شامل لكل ما ينزل من السماء، ويكون الماء يكون نافعا للأرض، ليس هناك تعارض. هذه الصلاحات واستعمالات خاصة بالقرآن الكريم لا تناقض ما هو في كلام العرب بصورة عامة. هذا كمثل بالمطر، مثلا الأعين هي أعين وعيون وجمع عين، إنما أفعل للقلة لجمع القلة، وعيون فعول لجمع الكثرة. القرآن له استعمال خاص في هذين اللفظين، فأعين جعلها للباصرة مهما كان عددها، وعيون استعملها للعيون النابعة من الأرض، مع أن اللغة تستعمل أعين جمع عين وهي الباصرة للإنسان، وتستعمل عيون للإنسان أيضا وهو جمع كثرة. هل هذا يمنع هذا الاستعمال القرآني؟ هل يمنع استعمالنا العربي؟ لا يمنع. إذن استعمال له خصوصية، القرآن له خصوصية وله استعمالات خاصة به، أتينا ببعض الأمثلة وكثير من ذلك. مثلا جاء بالفعل من رباع أطاع يطيع وأطيع، لم يأتي المصدر إطاعة، جاء الاسم المصدر طاعة، في ظل غير القرآن تستطيع أن تقول أطاع يطيع إطاعة تأتي بالمصدر. ليس معنى ذلك أن القرآن لم يستعمل المصدر أن تقول أنا حتى أنا في الاستعمال الخاص لا، هذا استعمال القرآن له خصوصية. كذلك أطاق يطيق جاء بالفعل الرباعي، لكن جاء الاسم المصدر طاقة، والمصدر هو الإطاقة، وهكذا أمثلة كثيرة.
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني. إذن ليس من الاعتراض الأصمعي بحجة أن القرآن لم يستعملها. القرآن كما قال عثمان رضي الله عنه عند كتبة القرآن: إذا اختلفتم في كلمة فاستعملوا ما هو شائع في لغة قريش الحجاز. فاستواء كلمة زوج للذكر والأنثى هذا لغة الحجاز. هناك بنو تميم وبعضهم قال غير الحجاز كل العرب ينطقون بكلمة زوجة، يفرقون بين الزوج وزوجة، يقولون للذكر زوج والأنثى زوجة بالتأنيث بتاء التأنيث. أيضا المعاجم، معاجم المفردات القديمة والحديثة كلها قالت بصحة كلمة زوجة. لسان العرب المنظور، الجوهري في الصحاح، الفيروزابادي في القاموس والمحيط، كلهم ذكروا زوجة، يقال زوج للذكر وزوجة للأنثى. كذلك إذا كانت المصاحف القديمة وحريصة على سلامة اللغة، فأيضا بالنسبة للمعجمات اللغوية الجديدة كالمعجم البسيط أو المعجم الوجيز لمجمع اللغة العربية في القاهرة وكالمنجد، وكل ولم يقولوا أن هناك لا إن يذكرونها أن يقول زوج وزوجة بدون أي خلاف. هناك أيضا بيت لفرزدق: وإن الذي يسعى يحرش زوجتي كساع إلى أسد الشرى يستبينها، وإن الذي يسعى يحرش زوجتي كساع إلى أسد الشرى يستبيلها. والفرزدق من طبقة الشعراء الإسلاميين كجرير وكثير عزة ومسلم بن الوليد وعمر بن أبي ربيعة، هذه طبقة تسمى طبقة الإسلاميين. أجمع العلماء على الاستشهاد بكلامهم، يعني حجة، يعتبرون حجة تستطيع أن تحتج بهم. ما جاء بعدهم طبعا لا، يعتبر الكلام يعتبر مولدا. فهذا فرزق مما يستدل ويحتج بكلامهم. ولذلك جاور في الصحاح استشهد ببيت الفرزدق الذي ذكرناه. نستخلص من كل ذلك، نعم جاء في القرآن الزوج بمعنيين للذكر والأنثى، لكن لنا أن نستعمل كلمة زوجات، زوجة وزوجات كروضة وروضات، وليس في ذلك أي حرج، وهو منسجم وقال به بنو تميم وبقية العرب. أيضا من الأخطاء في كلمة زوج أن بعض الناس يعتبرون كلمة زوج يعني اثنين، وهذا خطأ. الزوج هو الفرد، ولذلك لا يقال عندي زوج حمام أو زوج من الحمام أو زوج حمام، لا، تقول عندي زوجان من الحمام. وأنه خلق الذكر أو أنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، الذي خلق الزوجين بطريق البدل فسرهما الذكر والأنثى، إذن هم مثنى، تفسيرهما ذكر وأنثى، إذن كلمة الزوج
تهيد الفرد. أمسك عليك زوجك وهي المرأة واحدة. أصلك أنت وهكذا. إذن كلمة الزوج تفيد الفرد ولا تفيد ثمانية أزواج. ثمانية أزواج في أربعة أصناف هي. وهي الضان والمعن والإبل والبقر. لكن لكل صنف زوجان ذكر وأنثى. ثمانية أصناف. الله بدأ ثمانية أزواج. ثم فصلهما الضأن والمعز والإبل والبقر. إذن هي أربع أزواج لكل صنف زوجان فالمجموع ثمانية. هذا ما يتعلق بكلمة الزوج. أطلنا فيها قليلا لأنها تستحق هذه الوقفة وهي صحة استحمال زوجة وأن كلمة زوج تعني المفرد ولا تعني الاثنين. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ولو استعمل الإنسان لغة القرآن الكريم فله ذلك. يقول مثلا فاطمة زوجي له ذلك. لكن بالنسبة للغة العامة والواضحة وخاصة مثلا أيضا في علم الإراث الفرائض أنت لا تستطيع أن تستعمل الزوج الذكر والأنثى لأن هناك في خطط وارتباك والأنظمة لابد. خاصة في علم الميراث لا يصح أن تكون الزوج الذكر والأنثى لابد. وإلا اختلط الأمر أن الذكر يأخذ حصة الأنثى والأنثى تأخذ حصة الذكر لأن كل منهما زوج. فلابد يقول مثلا توفي رجل عن زوجة وتوفيت امرأة عن زوج بحيث تكون الأنصبة واضحة على حسب الفريضة. فإذا التفريق بين الزوج وزوجة قد يكون للضرورة وهي ضرورة علمية وأيضا يترتب عليها خلط وارتباك في المعلومات وفي الأنصبة أنصبة التركات. ولهذا يعني التفريق بينهم يعني له أهمية كبيرة. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وهو الحال والحال ما هم بضارين به من عذر. هم ما هذه ما نافية وتسمى حجازية يعني تعمل عمل ليس يعني من المشبهات بليس. هم اسم ما بضارين الباء حرف جر زائد إعرابا لكنه ليس زائدا معنى. ولذلك بضارين هي مجرورة لفظا منصوبة محلا لأنها خبر ما لأن ما تعمل عمل ليس لأن مشبهة بليس. لك أن تجعلها حجازية تعمل عمل ليس أو تميمية لا تعمل. لكن إذا كان جعلتها تميمية أن يكون ضارين أنا هذا خبر في محل رفع. إذن على أن ما تميمية تكون ما نافية غير عاملة وهم مبتدا خبره ضارين وهو مجرور لفظا مرفوع محلا. على اعتبار أن ما حجازية تعمل عمل ليس هم يكون اسم ما وضارين يكون خبر في محل نصب ومجرور لفظا منصوب محلا لأن خبر ما وهي تعمل عمل ليس. وما هم بضارين به جار ومجرور متعلقان بضارين لأن الجار والمجرور يتعلق بالفعل أو شبه الفعل وضارين هذا اسم فعل
يتعلق بهم المجروح. وما هو من أحد من حرف جر زائد. أيضا قلنا الباء في بضارنا حرف جر زائد إعرابا، لكن ماذا تفيده من المعنى؟ تفيد التأكيد النفي، عندما تقول ما خليل بكذوب أو ما خليل كذوبا. ما خليل كذوبا، كذوبا خبر ما على اعتبار حجازية، هذا يفيد نفي الكذب عن خليل. إذا قلت ما خليل بكذوب، هذا أكدت النفي، كانت استغراق النفي في فرق. فما خليل بكذوب أقوى وأبلغ في نفي الكذب عنه من قبلك ما خليل كذوبا. إذن أدت معنى، زادت معنى جديدا ليس زائدة في المعنى، وإلا لا يجوز أن يكون حرف زائدا في القرآن الكريم، لا أبدا، لا يقال هذا في القرآن الكريم. إنما كنا من حيث الإعراب، فللنحويين أن يقولوا ما يقولون، هم أحرار، لكن المهم أن هذا الحرف له معنى وهو تأكيد النفي. من أحد من أيضا زائدة إعرابا، وأحد مجرورة لفظا لكنها منصوبة محلا لأنها مفعول لاسم الفاعل، كأنك قلت مغرما وما هم بضارين أحدا، واسم الفاعل يرفع فاعلا وينصب مفعولا، يعمل عمل فعله. وإذا نصب مفعولا زي بضارين أحدا وإني جاعل في الأرض خليفة، هذا يدل على أن اسم الفاعل للحال أو الاستقبال ولا يكون للماضي، للحال أو الاستقبال. إني جاعل في الأرض خليفة، يعني في المستقبل، يعني ليس في الماضي، لأن اسم الفاعل قد عندما يضاف وجاعل الليل سكنا، قالوا أضيف اسم الفاعل إلى مفعولهم، كما جاء في رواية وجعل الليل، إذن من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله. فيدل على الأزمنة الثلاثة، الماضي والحاضر والاستقبال، حسب المقصود بالاستياق. إذن من حرف جر زائد، لكن ماذا أفادت في المعنى؟ زادت المعنى وهو استغراق النفي. قلنا ما جاءني رجل، نفيت مجيء الرجل، لكن عندما تقول ما جاءني من رجل، كان النفي أقوى، استغرق النفي كل جنس الرجل، واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أي عدد. فإذا من أضافت معنى جديدا وهو استغراق النفي. أما كونها من حيث الإعراب زائدة أو غير زائدة، هذا أمر يخص النحويين واصطلاحاتهم. وما هم بضارين به من أحد، قلنا أحد إذن خبر، ضارين اسم الفعل، عفوا مفعول به اسم الفاعل، لأن اسم الفاعل يعمل عمل فعله، يرفع الفاعل وينصب المفعول به. وما هم بضارين به من أحد إلا أداة حصر، بإذن الله جار ومجرور متعلقان بحال محذوف، أي كائنا وحاصلا ومتلبسا بإذن الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، لأن أشعر بشيء من الإعياء. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل.
علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.